في قصر العدل بالعاصمة عمان. لم تخصص هذه القاعة للاستماع إلى أقوال الشهود والتقاضي هذه المرة، بل خصصت لتكون مقراً لإعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. اليوم بلشنا بسلك القضائي، وها نحن في قصر العدل نقدم خدمة إعطاء المطعوم في مكان العمل. والكل بيعرف أنه يعني الهدف من حملة التطعيم أنه نطلع لأكبر عدد ممكن من الفئات المجتمع من سكاننا لنصل ما فوق 60%. طبعا جينا لهون بسبب انه وقتهم ضيق، لانه تعرف قصر عدل وقضايا دوامهم شويه قليل فتره رمضان الكريم، فاحنا هم نضطر جينا مشان نلبي خدماتهم ونوصل لاكبر عدد نعطيهم اللقاح. المتواجدون في هذه القاعه قدموا شهاده حق لمصلحه الحكومه التي قامت بالتوجه الى موظفي القطاع العام لاعطائهم اللقاحات، مؤكده بذلك انها تسعى وبكل ما اوتيت من قوه بالوقوف امام تفشي الفيروس. يعطيكم العافيه، جهود الحكومه مشكوره، وفرت لنا اللقاح والله يحمي هالبلد وازمه بتعدي ان شاء الله. وفرت علينا انه احنا نروح لاماكن تلقي اللقاح اللي عارفين فيها تجمعات وفيها ناس كثير، وانا بحكي لكل الناس يعني بشجعهم انهم يطلقوا اللقاح. اشكر الحكومه كثير الشكر على انها امنت لنا المطعوم لغايه الدوام عندنا وما تغلبنا فيه. احنا اليوم اخذنا اللقاح في قصر العدل، وبنشكر وزاره الصحه على جهودهم وتعبهم، وبكفي انهم امنوا لنا اللقاحات في اماكن عملنا، وهذا مجهود كثير كبير منهم، واحنا بنشكرهم على جهودهم. وانا بنصح الجميع انه ياخذ اللقاح مشان نخلص من الوباء والازمه اللي احنا فيها، ترجع حياتنا للوضع الطبيعي اللي كنا فيه. تحاول الحكومه العوده بالبلاد لسابق عهدها وفتح القطاعات من خلال التوسع في اخذ اللقاحات التي يبدو انها الترياق الوحيد من هذا الوباء. خطه جديده بدات بها وزاره الصحه للتصدي لفيروس كورونا من خلال اعطاء اللقاحات والمطاعيم لموظفي القطاع العام في اماكن عملهم، على امل ان تنتهي من هذه الجائحه التي اجتاحت العالم واجتاحت المملكه. من مبنى قصر العدل في العاصمه عمان، اسامه بليبلي، الحقيقه الدوليه.